السلام عليكم. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التمارين في نهايات الداله اللوغاريتميه. اذا هذه الحصه رقم 8. اذا بكم بغيو نحسبوا ليميت ديال ال الواحد يو اكس، فدائما كنحسبوا ليميت ديال يو اكس، يعني ليميت ديال التعبير اللي كاين داخل الالان. اذا حنا عندنا واحد التعبير اللي داخل الالان، اذا لدينا، اذا التعبير عباره عن داله جذريه. إذا القاعدة كتقول بأن الليميت ديال الدالة الجذرية في الانفيني كيساوي لنا الليميت ديال أكبر حد اللي هو في هذه الحالة إكس كاري على أكبر حد اللي هو جوج إكس كاري في موان الانفيني. إذا نختزلو بإكس كاري كيبقى لنا واحد على جوج. إذا حسبنا الليميت ديال التعبير اللي كاين داخل الآلان ولقيناه كيساوي واحد على جوج، اذا ليميت ديال الالان ديال اكس مربع زائد اكس زائد واحد على 3 زائد اكس مربع في موال الانفيني كيساوي لنا الالان ديال واحد على جوج. هذه ممكن نكتبها على شكل الالان ديال واحد ناقص الالان ديال جوج، اي ناقص الالان ديال جوج، لان الالان ديال واحد كتساوي لنا صفر. بنفس الطريقه ليميت ديال الالان اكس مور اكس اس 3 ناقص 2 على اكس مول انفيني. اذا كنحسبوا النهايه ديال التعبير اللي كاين داخل الالان. اذا هو عباره عن داله جذريه، اذا ليميت ديال اكبر حد اللي هو اكس اس 3 على اكبر حد اللي هو اكس مول انفيني. اذا كنختزلوا باكس كيبقى لنا ليميت ديال اكس او كاري في مول انفيني، والليميت ديال اكس او كاري في موال الانفيني هي بلوس الانفيني، لان يكون عندنا موال الانفيني الكل او كاري اللي هو بلوس او كاري. اذا الليميت ديال واحد الين دو واحد التعبير عطاتنا بلوس الانفيني، وبالتالي الالين ديال بلوس الانفيني هو بلوس الانفيني. الان الليميت ديال الين اكس زائد واحد على ناقص اكس زائد جوج عندما يؤول اكس الى جوج ناقص، يعني اكس اكبر من جوج. بنفس الطريقه غادي نحسبوا الليميت ديال هذا التعبير هذا في العدد جوج. اذا الليميت ديال اكس زائد واحد ديال البسط في جوج ناقص كنعوضوا كيجينا جوج زائد واحد هي 3. الليميت ناقص اكس زائد جوج عندما يؤول اكس الى جوج ناقص هي ناقص، هي غادي تجينا صفر. اذا باش نعرفوا الصفر بلس ولا الصفر موان راه ممكن ندير الجدول ديال الاشاره ده التعبير هذا ناقص اكس زائد جوج. اذا هذا التعبير كاين عادم في جوج، اذا على اليمين هنا عندنا ناقص اكس، اذا هنا اشاره ناقص، اشاره يعني الحد، اشاره معامل اكس اللي هو ناقص واحد، اذا ناقص زائد. اذا حنا عندنا اكس اصغر من 2 يعني يكون في المكان هذا، اي غتكون 0 بلس. اذا دابا غادي نحسبوا الليميت الالان. اذا الليميت الالان شنو يجينا؟ يجينا 3 على 0 بلس، الالان ديال 3 على 0 بلس، اي الالان ديال بلس لانفيني اللي هو بلس لانفيني. الان الالان ديال ليميت الالين ديال سينوس اكس على اكس مربع زائد واحد عندما يؤول اكس الى صفر بلس. بنفس الطريقه غادي نعوض، اذا غنحسبوا الليميت ديال سينوس اكس على اكس مربع زائد واحد، اذا زيرو بلس كيساوي لنا هي سينوس ديال زيرو على زيرو، سينوس ديال زيرو هي زيرو على زيرو زائد واحد هي واحد، اي زيرو. هنا هو زيرو بلس ولا زيرو موان، طبيعة الحال دائما الالين خاصها تكون الالين ديال زيرو بلس، ميمكنليش نلقى الالين ديال زيرو موان. وحتى بالنسبة للسينوس راه مكنقولو سينوس زيرو بلس، يعني سينوس واحد واحد الزاوية اللي كبر من صفر راه غتكون السينوس ديالها أكبر من صفر، إذن غيكون هذا السينوس أكبر من صفر، يعني يساوي لنا زيرو بلس. إذن الالين ديال زيرو بلس هي بلس لانفيني. كذلك يمكن لي نصوبو بطريقة أخرى، إذن كيمكن لي ندير ليميت ديال إكس يؤول إلى زيرو بلس الالين
هنا يمكن لي ندخل اكس نضرب في البسط وفي المقام في اكس، اذا هنا كنضرب سينوس اكس على اكس، و اكس في اكس كاري زائد اكس، اذا هنا ضربنا في اكس في البسط وفي المقام. اذا الهدف بطبيعة الحال هو نلقى ليميت واحد، التعبير اللي عندي معروف، اذا هذا الليميت ديالو في الزيرو كيساوي لنا واحد. هنا لعوضت بالزيرو، جينا زيرو على زيرو زائد واحد هي زيرو، اذا جينا الليميت ديال الان ديال واحد في زيرو، هنا زيرو بلس هي بلس لانفيني.